الفراشات معروفة بألوانها الجميلة وأنماط أجنحتها الفريدة. الفراشة قد عاشت لأكثر من 56 مليون سنة وفقاً لما قاله العلماء المتخصصون في علم الحيوانات. الفراشات تتكون من مجموعات متنوعة من الأشكال والأحجام وتمتلك مراحل حياة فريدة متكاملة. يطلق على هذه المراحل اسم التحول الكامل، حيث تمتلك الفراشات تحولاً كاملاً، مما يعني أن لديها أربع مراحل في الحياة تختلف تماماً بين مرحلة وأخرى. تبدأ حياتها كبيضة توضع فوق أوراق النباتات، ثم يفقس البيضة وسيأكل بقايا البيض بعد الفقس. المرحلة الثانية هي المرحلة اليرقية أو ما يعرف بالدودة. توجد اليرقات أو الدودة عادة على الأوراق، وهدفها الرئيسي هو الأكل بكميات كبيرة والنمو بأسرع ما يمكن. تبدأ المرحلة الثالثة عندما تبدأ اليرقة بتغليف نفسها بكيس مصنوع من نسج الخيوط الطبيعية لديها لاستعدادها في الدخول إلى المرحلة الأخيرة من حياتها. وستقضي اليرقة عدة أيام أو حتى أسابيع داخل هذا الكيس حتى تصبح جاهزة تماماً للظهور كفراشة جميلة مكتملة النمو. المرحلة الرابعة هي عندما تخرج اليرقة من الكيس المنسوج لتصبح فراشة جميلة، وستجلس الفراشة لبضع لحظات حتى تجف أجنحتها، ثم تبدأ بالطيران. معظم الفراشات تتغذى على رحيق الزهور فقط، على عكس المرحلة اليرقية، لا تستطيع الفراشات تناول الطعام الصلب كأوراق الشجر، بل يمكنها التغذي على السوائل فقط، كرحيق الزهر. عندما يكون عطشا سيمتص الماء من السطوح المبللة. أجنحتها ليست للطيران فقط، بل تطورت أجنحة الفراشات كسلاح للدفاع النفسي. غالبا ما تجد في أجنحتها أنماطا تشبه عيون الحيوانات الكبيرة لتخويف مفترسها. وهناك العديد من الأنواع التي تمتلك أجنحة بألوان أو أنماط تكون متشابهة مع بيئتهم المحيطة. من خلال التمويه وجدت الفراشة طريقة للبقاء على قيد الحياة والتطور لعصور طويلة. شكرا للمشاهدة، نلقاكم على خير في لقاء قادم.